السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض الجزء إن شاء الله خاص بالترافيك إنجينيرينج، هندسة المرور. النهاردة هنتكلم على اليونت رقم 7، ودي الجزء اللي آخر محاضرة كان مقرر ليها إن إحنا ناخدها إن شاء الله في الجزء اللي هي قبل امتحان الميد تيرم. الجزء ده هنتكلم فيه على شوية أساسيات عن الـ Geometric Design of Intersections، التصميم الهندسي للتقاطات من ناحية برضو إيه النظرة المرية والسلامة المرية، وإيه الحاجات اللي هي بتاعة Traffic Engineering اللي ممكن يفكر فيها ويدرسها عشان يشوف بعض الحلول للمشاكل المرية عند التقاطات. الانترسكشن طبعا يعتبر من النقاط الكريتيكال على شبكة الطرق، وهي اللي بتحدد في الأساس كفاءة الحركة المرورية على الطرق. بمعنى إن لو الانترسكشن عندك متصممة صح وما فيهاش مشاكل بتبقى الشبكة كلها كويسة، فهي بتعتبر بما يسمى البوتل نيكس أو عنق الزجاج أو النقاط المرورية. الانترسكشنز دي ممكن تكون at grid intersection يعني تقاطعات سطحية، وممكن يكون separated يعني ممكن عند التقاطع أفصل اتجاه حركة عن اتجاه آخر بعمل صناعي زي نفق أو كوبري، وبتتدرج يا إما بفصل اتجاه إلا أن أفصل جميع الاتجاهات كلها تبقى تقاطعات بنسميها في هذه الحالة تقاطعات حرة. free intersection أو بيطلق عليه الانترتشينج، زي لما يكون عندنا طريق رئيسي مع طريق رئيسي كبير زي تقاطع السويس مع الدائري، تقاطع الإسماعيلية مع الدائري، بتلاقي مفيش أي تقاطع سطحي بتضطر أنت تقف فيه. اللي بيقرر الكلام ده هنصممه كده ولا هنكرر نصممه كده ولا هنصممه كده، طبعا الدراسة المرورية المتعلقة بالانترسكشن. طبعا لما بنيجي نبص على الانترسكشن احنا ما بنبصش على الحركة المرورية بس زي ما احنا شايفين بالأحمر هنا نقطة رقم 2، لا، البيجستير بايكسز موتريسز وترانزيتس كل وسائل النقل الموجودة عندنا سواء كان مشاة عجل العربيات العادية وسائل النقل الجماعي وسائل النقل أخرى موجودة ترام مترو وكلام. في حاجات لازم نبص عليها ونركز عليها واحنا بنبص على الانترسكشن. اول حاجه بنسمي حاجه اسمها الكونفليكتنج موفمنت، اللي هي اتجاهات الحركه اللي بتتعارض مع بعض او بتتقاطع، ودي هنتكلم عليها ونشوف ايه انواع الكونفليكت الموجوده. ولازم برضو نبقى عارفين يعني ايه ترافيك كنترول، وسائل التحكم المروري عندي، ويعني ايه كاباسيتي بتاعت انترسكشن. يعتبر المحاضرة دي تمهيد ان شاء الله للجزء اللي هتاخدوه مع الدكتور محمد فرماوي بعد كده، اللي هو هيبتدي يتكلم فيه في التفصيل اكتر على الانترسكشنز وتصميم الاشارات الضوئية وخلافه. الانترسكشنز تايب، انواع الانترسكشن، في سيمبل انترسكشن بسيط جدا تصميمه بسيط، بعد كده الفلات انترسكشنز، بعد كده تشنلايزد انترسكشنز، والراوند اباوت اللي هو الميادين او الصنايع التقاطعات الدائرية. فلو جينا شوفنا أمثلة لأنواع الانترسكشنز دي، بص على ادي السامبل سامبل انترسكشن، بيبقى تقاطع بسيط تقاطع عادي، طريقين متعمدين بيتقاطعوا مع بعض، عدد الحارات هنا قريبة من عدد الحارات اللي هنا، عدد الحارات بتبقى قليل ممكن يكون حارة واحدة في كل اتجاه، وتبقى منتشرة في المناطق اللي بيبقى أحجام الحركة قليلة فيها، وتجمعات سكنية بسيطة كومباوندات وهكذا. بنخش النوع التاني أكبر شوية بيكون حجم الحركة زيد، فهنبص هنلاقي في عندي أصبح طريق مين وطريق ماينور، طريق رئيسي وطريق فرعي، وده طريق رئيسي بقى له حجم حركة أعلى وسرعة عليه أعلى وعدد الحارات أعلى،
وبالتالي لازم بنبتدي نخش هنا شوية يبقى في نوع أكبر مستوى أعلى من التحكم المروري. ممكن نضطر فيه إن إحنا نعمل تصميم بشكل مختلف زي موجود في الرسمة اللي تحت هنا، إن أنا أزود حارة لاتجاه معين، يعني تلاقي الطريق ماشي مثلا حارتين ونيجي عند الانترسكشن يبقى 3 أو 4 وهكذا. في رقم نمبر سي اللي هو فوق على اليمين اللي هو تشانلايزد، يعني ان انا افصل حركة معينة او اتجاه معين بجزيرة عن التقاطع، بحيث ان الاتجاه ده ما يخشش في التقاطع اصلا. هو اشهر حاجة طبعا ان هو الدوران اليمين تيجي عند التقاطع، وانت داخل على التقاطع بتخش يمين بتلاقي في جزيرة فاصلة عن التقاطع، بتاخد حارة اليمين بتاعتك وتخش وتلف وتطلع من التقاطع، وبالتالي ما تضطرش تقف في التقاطع ده أو تتعرض لوسائل التحكم اللي موجودة فيها سواء كانت لافتة أو إشارة ضوئية. آخر نوع من أنواع التقاطعات دي كلها إحنا بنتقطع، واضح إننا بنتكلم على تقاطعات سطحية at grade intersection. تمام، يعني مفيش أي أعمال صناعية موجودة هنا على كباري ولا أنفي ولا خير. آخر نوع اللي هو الراوند أباوت اللي هو التقاطعات الدائرية. زي ما احنا عارفين التقاطع الدائري وشكله اللي بيبقى فيه جزيره دائريه في النص، وده يعتبر نوع من انواع الشاناليزيشن، انواع التخطيط القنواتي للانترسكشن، والشكل بتاعه متعرف عليه زي ما احنا شايفينه في الرسمة على اليمين تحت. اختيارنا للانترسكشنز والتصميم بتاعه والكلام ده كله، دي المفروض الدراسه المريه هي اللي بتحدده وهي اللي بتقرر. ده الكلام اللي احنا شرحه هناك مكتوب هنا بالتفصيل ايه هو السيمبل انترسكشن، ومثال ليه صورة من الواقع، والفلارد انترسكشن برضو تعريفه ايه، ودي شكل. طبعا عايزكم تخش على الانترنت وتكتبوا types of intersections وايد جريد انترسكشنز، ويبقى شيء يعني كويس ان انتوا تستغلوا الفترة انتوا قاعدين كده وتفتحوا الكمبيوتر وعلى النت وتشوفوا انواع الانترسكشنز دي، لانها انواع كتير جدا واشكال كتير جدا، وفي ابتكارات بقى في ابداع في تصميم الانترسكشن. الجنرالايزد انترسكشنز زي ما قلنا برضو، ادي ده مثال هنا، يعني المثال اللي موجود اللي في الرسمه هنا هو فصل كل اتجاهات الحركه لليمين اتجاه اليمين، فبص تلاقي في جزيره اللي هي شكل مثلث كده اللي في قلب التقاطع، بحيث كل اللي جاي داخل على التقاطع بنسمي مدخل التقاطع بياخد اليمين بتاعه ويطلع عنده، انما اللي هيحصل كونفليكت او هيحصل تعارض بينهم هو طبعا اللي هيبقى ماشي طوالي واللي داخل شمال. ده مثال للشنال برضو الراوند اباوت، والراوند اباوت من الحاجات المشهوره، وتلاحظوا ان احنا كل التقاطعات اللي موجوده في المدن الجديده لما تيجي بيبداوا يصمموها بيصمموها كراوند اباوت. راوند اباوت بيعتبر من ناحيه السلامه المروريه افضل من التقاطعات اللي هي باشارات سوري بلافتات مروريه علامه قف الكلام ده كله او يلد ساين اتكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت، وبيبقى لها ليميت للترافيك فوليوم، يعني انا يكون لازم يكون ترافيك فوليوم قليل. طبعا في تخطيط وتصميم ليها وتقييم ليها عشان اعرف اللي في السيرفيس مقبول ولا لا مستوى الخدمة زي ما انت هنشوف في المحاضرة اللي بعد كده. لما بيزيد احكام الحركة عن القيم دي ومبقاش الراوند اباوت افكتيف ان هو يديني الليفل اوف سيرفيس اللي مطلوب، بنلجأ بقى للإشارات والحلول الأخرى. ميزته إن أنا لما باجي أخطط مدن جديدة على إن راوند أباوت زي ما قلت، هو مدن جديدة بيكون أحجام الحركة قليلة حاليا، وبالتالي بيقدر يتعامل مع أحجام الحركة اللي موجودة أكثر أمانا، بجانب إن هو بيوفر مساحة كبيرة، عشان أنا أصمم تقاطع دائري بياخد مساحة كبيرة من الأرض عن التقاطعات العادية، وبالتالي لما أنا أصمم راوند أباوت من الأول او خطط ان هو راوند اباوت يبقى انا حجزت ارض من الاول في الانترسكشن ده، بحيث قدام شويه لو اضطرينا ان احنا نعدل التصميم الهندسي بتاع الانترسكشن نتيجه زياده احجام الحركه بيبقى عندي الارض اوريدي محجوزه، لان هي مشكله المشاكل اصلا ان انا عشان عايز احل مشاكل مثلا في وسط البلد والكلام ده كله
ابص الاقي ان عماير خلاص اتبنت وبقى اصبحت ملكيات خاصه، وعمليات نزع الملكيه مكلفه جدا واجراءاتها القانونيه صعبه، وبالتالي انت مش عارف تحل التقاطع اصلا. انت عايز توسع التقاطع، عايز تعمل كوبري في التقاطع ده، عايز تعمل لفه في التقاطع ده، مش عارف نتيجه ان انت الاراضي خلاص اصبحت مستعمله حوالين التقاطع والناس عايشه. انما الراوند اباوت لما تحطه من الاول، لا بيحجز مساحه كبيره اصبحت دي ملك المحافظه او ملك الدوله، بحيث قدام بعد 20 سنه 30 سنه حب ان يعيد التصميم بيبقى عنده الارض بتاعته يقدر يتعامل فيها اللي هو عايزه. ده مثال الراوند اباوت. هتلاحظ ان الراوند اباوت هو فاصل حتى هنا ايه دوران اليمين كمان ما بيخش راوند اباوت، يعني راوند اباوت مع نوع من الاتشناليزيشن. من ناحية الـ number of legs اللي هي الكونفيجريشن بتاعت الجيومتري، فأنا عندي تقاطع يا إما 4 leg يا إما 3 leg يا إما مالتي leg، يعني إيه 4 leg؟ كلمة leg يعني رجلين التقاطع، ساعات بيسموها رجل التقاطع أو ذراع التقاطع، الاتنين تعريفهم أو كلفظ سليم. ماشي؟ يعني أنا عندي هنا الـ 4 يعني عندي فيه أربع أرجل للتقاطع أو أربع أذرع للتقاطع، ومش شرط يكونوا متعامدين مع بعض تعامد يعني تقاطع عمودي او يكون الطريق مستقيم، عشان كده انا اتعمدت ان رسمت هما اربعه طالعين من التقاطع وخلاص. 3 ليجز يبقى ثلاثه، او مالتي يعني ممكن يكون اكتر من ذراع او اكتر من رجل التقاطع عندي اكتر من طريق. طبعا الفور ليجز طبعا بيبقى عباره عن طريقين ممتدين بتقطع مع بعض سواء كانوا متعامدين او على الميل. ده مثال للفور ليج اهو، يعني ادي طريق بيقطع طريق اخر. ماشي؟ تقاطع هنا عمودي وفاصل زي ما احنا شايفين في الحركه هنا اتجاه اليمين بجزيره، يعني عامل نوع من انواع التقاطع. فلما بفصل اليمين لو جينا شفنا الرسم على الشمال هتبص هتلاقي الكونفليكت عندي اللي بيخش شمال ماشي واللي ماشي طوالي مع بعض، وده لازم نشوف لهم حل هنتصرف معاهم ازاي. ودي مثال للفور ليج انترسكشن. 3 ليج انترسكشن هذه صوره من الواقع مثال ليها، بيبقى عباره عن طريق وبعد كده طريق جاي ايه فرعي منه او طالع منه. تمام؟ ممكن اقفل انا التقاطع ده خالص واحوله بنسميه رايت ان رايت اوت، يعني كل واحد يخش يمين هيخش عادي واللي طالع من التقاطع من الطريق الفرعي يضطر ياخد يمين وبعد كده اعمل له بقى يوتيرن. دي الحركه اللي احنا عمالين بنشوفها في التقاطع، يطلع من الطريق لازم يعمل ياخد يمين غصب عنه وبعد كده قدام شويه بعمل له يوتيرن ويرجع عشان اللي عايز كان عايز يطلع طوالي او يخش شمال. ده المالتي ليج، يعني نلاقي هنا التقاطع دي 1 2 3 4 5 6 في 6 أذرع أو 6 أرجل للتقاطع عندي، وهنا مصممه على إنه هو راوند أباوت. الـ conflict point إيه هي بقى conflict point؟ هي اتجاهين للحركة بيتقاطعوا مع بعض. تمام؟ زي ما شفنا في الأمثلة اللي فاتت، لما بفصل اليمين خلاص انتهينا من مشكلة اليمين، هيتبقى لي الطوالي والشمال، هبص ألاقي الطوالي والشمال للمداخل المختلفة للتقاطع بتتقاطع مع بعض. تتقاطع مع بعض يعني بتعمل لي ما يسمى الكونفليكت بوينت، يعني نقطة تصادم أو نقطة تعارض. تمام؟ إيه هي أنواع الميرجنج سوري أنواع الكونفليكت بوينتس؟ في عندي ثلاث أنواع من الميرجنج من الكونفليكت بوينت. أول نوع اللي هو الميرجنج اللي هو نقاط الاندماج، وبعد كده دايفرجنج نقاط الانفراج، وآخر نوع اللي هو بنسميه كروسنج اللي هي نقاط العبور. الميرجنج يعني لما يكون عندي اتجاه حركة ماشي وجاي حركة مرية بتندمج معاه، ودي بنلاحظها دايما في المداخل بتاعت التقاطع من طريق على طريق سريع. انت مثلا ماشي على طريق دايري هتبص تلاقي فيه طريق جانبي مثلا جاي عليه، فالطرق العربيات جاية من الطريق الجانبي ده وعايزة تندمج مع اتجاه المروري او سريان المرور اللي انت ماشي فيه، فالنقطة دي بنسميها ميرجنج. دايفرجنج يعني انفراج، يعني العربيات ماشية على بعض وفي اكزيت هنا بقى، هناك بيبقى في الانتري هنا بيبقى في الاكزيت في المخرج، فالعربية دي عايزة تنفصل عن السريان اللي موجود دو عشان تاخد اليمين وتطلع على المخرج بتاعها، فعند النقطة دي بنسمى دايفرج، دي برضه تعتبر كونفليكت بوينت. كروسنج بقى ان هي عندي ماشي اتجاه عندي وفي اتجاه تاني بيقطعه،
الاتجاه تاني بيقطع، زي انت ماشي في طريق وفي طريق بيتقاطع عندك وفي عربيات عايزة تاخد، انت ماشي مثلا في الاتجاه الطوالي قدامه في طريق بيقطعك وفي عربيات عايزة تيجي من اليمين للشمال، فعشان تيجي من اليمين للشمال لازم تقطع السريان بتاعك او تدفق المرور بتاعك، وهنا بيعمل الكروسنج بوينت. مشكلة الكونفليكت دي طبعا مش بس انها بتعمل مشاكل في الحركة المرورية، وان انت لازم تهدي شوية او بتقلل كفاءة الحركة المرورية، انما برضو بتعمل حوادث كتير، عشان كده مهم جدا ان احنا ازاي نتعامل مع الكونفليكت بوينت دي. دي اللي انا قلته، ونبتدي نشوف هنا الدايفرجنج الانفراج. هتبص هتلاقي ادي ادي سريان مرور، يا اما الاتجاه هيخش من اليمين او هيخش من الشمال مش هتفرق ماشي، فبيعمل ما يسمى بالدايفرجنج بوينت ماشي. فدي امثله للدايفرجنج، دايفرجنج من اليمين، دايفرجنج من الشمال، يمين وشمال، او مالتي دايفرجنج بوينت، يعني في ماشي طوالي وفي واحد عايز يخش شمال وعايز يخش يمين من نفس السريان المرور، فبيعمل مالتيبل دايفرجنج بوينت. نفس الكلام بالنسبه للميرجنج، هيعمل ميرجنج من اليمين او ميرجنج من الشمال او من الاتجاهين، او وانت ماشي طوالي يعني في ثلاث اتجاهات حركه طوالي، وفي هيعمل في جاي لك من اليمين وفي جاي لك من الشمال، وبالتالي بيعمل لك نقطتين ميرجنج بوينت اللي هو بنسميه مالتيبل ميرجنج سيكشن. كروسنج زي ما قلنا ان انت في حاجه بتقطعك، بتقطع سواء كان جايه لك عموديه عليك او على على المين، طالما هنا بيقطعك من اليمين للشمال او من الشمال لليمين يبقى بتعمل الكروسنج. لو جينا طبقنا الكلام ده كله على انترسكشن، هناخد انترسكشن زي اللي موجود عندنا دلوقتي، ده هو عباره عن 3 ليج انترسكشن، ده تقاطع ثلاثي، ساعات بيسموه تي انترسكشن لما يكون عمودي عشان بيبقى شكل على شكل حرف تي. لو جينا بصينا هنا ورسمنا اتجاهات الحركه هنا، هنلاحظ ان انا راسم حارة مرورية واحدة في كل اتجاه، يعني الطريق الرئيسي اللي هو الأفقي دوت حارة رايح حارة جاي، والطريق برضو العمودي اللي جاي من تحت حارة رايح حارة جاي. وجينا رسمنا الكونفليكت بوينت اللي ممكن تحصل عند التقاطع ده، هنبص هنلاقي عندي كام كونفليكت بوينت، لو جينا عديناهم هنلاقيهم فيه 9 نقاط. طيب لو جينا فصلناهم كام نقطة ميرجنج، كام نقطة دايفرجنج، كام نقطة كروسنج، هنبص هنلاقي في كل مدخل عندي مدخل التقاطع اللي جاي من الشمال لليمين عند النقطة رقم 3 دي دايفرجنج، والمدخل التقاطع من اليمين للشمال عند النقطة رقم 2 دي دايفرجنج، برضه مدخل التقاطع من تحت في عندي دايفرجنج نقطة رقم 9، يعني كل مدخل هنا طالما حارة واحدة هيبقى في دايفرجنج بوينت واحدة، يبقى في عندي 3 دايفرجنج، وصدم عند المخارج بتاعة التقاطع في 3 ميرجنج. ولو جينا بصينا في قلب التقاطع هنلاقي الدوران الشمال مع الدوران مع الاتجاه الطوالي بيعمل لي كروسنج بوينت، وهم الثلاثة اللي هي رقم 4 و5 و7، يبقى إجماليهم كلهم 9 نقاط تعارض، وثلاثة منهم ميرجنج، ثلاثة دايفرجنج، وثلاثة كروسنج. ده في التقاطع اللي هو تي انترسكشن مع حارة مرورية واحدة لكل اتجاه. لو جينا شفنا الكلام ده وعلى الفور ليج انترسكشن لما يكون تقاطع متعامل كده، لو جيت بصيت عليها هبص الاقي ان في عندي 32 نقطة، ده بفرض ايه؟ بفرض ان عندي حارة واحدة في كل اتجاه. عايزكم قبل تقف كده شوية تعملوا بوز للفيديو وتحاول تعدلي كام واحد ميرجنج، كام واحد دايفرجنج، كام واحد كروسنج، تمام؟ هتلاقي مجمالين 32. لو جينا بصينا للميرجنج هنلاقيهم 8، دايفرجنج 8، وكروسنج 16 ماشي. يبقى مجرد ان انا زودت ليج واحده للتقاطع، مدخل واحد للتقاطع، اتنقل من 9 ل 32 نقطه. الكلام ده احنا بنتكلم في حاره واحده في كل اتجاه. طيب لو كان بقى الاتجاه الرئيسي ده بقى حارتين بدل حاره واحده، لو جينا طبقنا الكلام ده كله ورسمنا، ابص الاقي عندي اصبح 42 كونفليكت بعد ما كان 32 بقى 42، وبالتالي كل ما بيزود عدد الحارات كل ما كان نقاط التعارض او نقاط تصادم عندي بتزيد، وبالتالي الموضوع بيتعقد اكتر، وبالتالي لابد ان يكون له حل وما تسيبش، والا هيبقى في مشكله في كفاءه الحركه المرورية وفي السلامه المرورية.
بالتالي لما اجي اتكلم على intersection بتكلم على safety and efficiency الاثنين مع بعض كفاءه وسلامه مرور. في شويه عناصر رئيسيه كده لما نيجي نتكلم في التصميم لازم نكون عارفينها من الاول، عارفين المصطلحات بتاعتها وفاهمينها يعني ايه. اول حاجه اللي هي الميجر ستريت يعني الطريق الرئيسي، يعني احنا عندنا كده واضحه يعني من التعريف. هذا الطريق الرئيسي عندي بيبقى عليه حجم حركه اعلى وبيكون سرعته اعلى ويكون عدد الحركه بتاعته اعلى. الماينور بيبقى الطريق الفرعي او الطريق الاقل منه درجه، وممكن يكون نفس العرض بتاع الطريق الرئيسي ماشي، بس ممكن يكون احجم الحركه عليه اقل. intersection legs اللي هي ارجل او اذرع التقاطع اللي احنا قلناها، اللي هي المداخل بتاعه التقاطع بتاع كل مدخل للتقاطع ده بنسميه ليج عادي. سايد ووكس اللي هي الارصفه بتاعه المشاه، كروس ووكس اللي هي المعابر بتاعه عبور المشاه اللي هي بخطوط بالعرض كده، والبيدستريان كيرب بتاعت رامب اللي هي الرامبات اللي هي خاصه بالمشاه، والعجل اللي بتبقى ماشيه اللي هي عربية بتاعت الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة بعجل، لابد إن بتعمل لهم رامب كده عند التقاطع عند الكروس بوكس عشان يعبروا الطريق. كل حاجة لازم إلمس اللي بيتصمم لازم يكون واخد باله منها. الأنجل أوف إنترسكشن التقاطع، زاوية التقاطع يا إما زاوية عمودية يا إما مايلة زي ما شفناها في الرسومات اللي فاتت. Auxiliary lanes رقم 6، إيه هي الأكسلري لين؟ يعني هي حارة مخصصة لاتجاه معين ماشي؟ يعني انت داخل عند التقاطع بتلاقي سهم ماشي طوالي كده، سهم على طول يعني معناها الحاره دي مخصصه اللي هيمشي طوالي. لو لقيت سهم يمين يبقى الحاره طالما انت واقف في الحاره دي يبقى غصب عنك تخش يمين، حتى لو انت دخلت فيها بالغلط ما كنتش عايز تخش يمين. او لقيت سهم شمال يبقى مخصصه الشمال. ساعات بقى بتلاقي سهم طوالي ويمين على نفس، يعني سهم كده طوالي ويمين يبقى معناها مسموح لك كده ومسموح لك كده، طوالي وشمال مسموح لك كده ومسموح لك كده. يبقى لازم تشوف ايه هي الحركه المخصصه عندي. طبعا عملية التوزيع دي مهمة جدا وبتأثر كتير جدا في كفاءة الحركة المهمة في تصميم التقاطع، واللي بيحددها الناس متخصصة في أو ناس بتوع الترافيك انجن. Channelization and Divergent Island اللي هي التخطيط القنوات اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، ان هو يفصل اليمين أو ممكن يفصل الشمال عندي. يعني هنا في التقاطع مثلا في رسمة هنا فاصل اليمين عامل الجزيرة وحاطط برضه حارة للشمال ماشي. الشرط ان هو يفصل ان هو لازم يكون جزيره فيزيكال، لا ممكن بالتخطيط الارضي او العلامات الارضيه يفصل عنده ماشي. طب الفصل ده معناها ان في لما بخش بتحكم في مرور الكلام ده كله ان انا ممكن افصل طوال عن الشمال، يبقى ده ليه اشاره وده ليه اشاره زي ما بنشوف بره وزي ما هيتكلم معاكم فيها الدكتور محمد في المحاضرات الخاصه بتصميم الاشارات. اخر حاجه طبعا اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت اللي هي ترافيك كنترول ديفايسز اللي هي وسائل التحكم المروري سواء كان ساينز او ماركينج او سيجنالز. طيب عناصر التصميم هنتكلم برضو كده حاجات البرنسبلز الاساسيه عندنا. لما نيجي نتكلم على عرض الحاره لين ويث، عرض الحاره تيبيكال لين ويث بيبقى 12 قدم يعني 3.65 متر، ده حاجه تيبيكال. بعض الاحيان قد نضطر ان يكون اكبر او اقل على حسب مثلا ظروف معينه، لو حاره مخصصه مثلا للاتوبيسات ودلوقتي عندنا في مصر بيتجهوا ان يعملوا حارات خاصه للاتوبيسات اللي هو بيسموه بي ار تي باس رابيد ترانزيت واللي بنشوفها بره، دي بتبقى العرض الحاره بتبقى اكبر. ممكن في طرق الاحجام الحركه قليله وداخل مناطق سكنيه ومفيش توقع ان يمشي عربيات كبيره او تريلات والكلام ده كله، احنا بنقلل عرض الحاره لان طبعا عمليه تكلفه ممكن توصل ل 3 متر. العرض الحرارة انت بس كحاجة استاندرد تكون عارف عرض الحرارة المرية بتبقى 3.65 ده الاستاندرد. انصاف الاقطار طبعا الكلام ده كله انت بتخش انت مش بمزاجك، انت بتحدد انت في مانيوال عندنا في كود بتخش على المانيوال الخاصة بالتصميم الهندسي للطرق وتخش الشابترز اللي هي خاصة بالانترسكشنز بتشوف ايه هي المواصفات وايه هي العروض بتاعت الحارات، برضو ايه هي انصاف الاقطار اللي عندنا. وطبعا شيء طبيعي ان احنا لما هنحط انصاف اقطار لازم نحط الديزاين فيكل. ديزاين فيكل هي العربية اللي انت هتصمم عليها التقاطع، وهي اكبر عربية ممكن تخش عندنا تقاطع مش متوقع يمشي فيه اتوبيسات والعربيات كبيرة، يبقى الديزاين فيكل هي العربية الملكية او الفان الكبير.
كبيرة شوية، تمام؟ لو في أتوبيسات هتمشي على نقاط الطاقة تمشي أتوبيسات، يبقى الديزاين فيكل هي أتوبيس. طب لو طريق ممكن نتوقع عليه يمشي عليه تريلا أو تريلا مقطور، يبقى الديزاين فيكل بتاعي. فتشوف أكبر عربية متوقعة عندي ويكون نسبة كبيرة عليها، يعني مش عربية واحدة تمشي في السنة على التقاطع ده، صنع على التقاطع بيبقى فيه ليميت معين. مثلا يقول لك لو 5% فيما فوق من الترافيك هيبقى العربية دي، يبقى لازم أخدها هي الديزاين فيكل بتاعتي وابتدي أصمم عندي أنصاف أكتر، وأخش على الكود أشوف العربية دي بتحتاج أنصاف أكتر قد إيه وعرض قد إيه وهكذا. هنا عايز تقروا الجزء دوت بكلام نظري، اللي انت عايز تشوف ايه هي مميزات وايه هي عيوب ان انا ازود عروض الانصاف الاخطر. واحد واحد طب ازود بقى انصاف الاخطر، كلام طبعا اكيد هتريح لي اكتر في الحركه والمريه والكلام ده كله. ده طبعا بيبقى عيوبها انك تاخد بقى محتاج مساحه اكبر وتكاليف اكتر وهكذا. طبعا مسافات عبور للمشاه لازم ناخد بالنا هتبقى اكبر، خاصة لو كان لازم الناس اللي بتصمم التقاطعات تبقى نظرها أو في تفكيرها المشاة اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. ماشي. وتحت ده اللي هي الكاب بتاعت البيدرس يعني عرضها سايد ووك اللي هي الأرصفة مينيموم طبعا عندنا 2 متر. ماشي. لو المنطقة بقى كوميرشال منطقة تجارية فيها محلات يبقى ما تقلش عن 3 متر. عرض الكروس ووك اللي هي عبور المشاة لو بتسميها الزبرا كروسنج اللي هي الخطوط كده اللي هي بتبقى بالعرض عشان المشاة يعبروا عليها، بتبقى حدود 2 ل 5 متر. طبعا برضه لها تصميم بناء على دراسة مرئية وأحجام المشاة اللي هما بيعدوا. الماركينج اللي هي ودي اتكلمنا عليها برضه المحاضرة اللي فاتت، اللي هي الدهانات الأرضية أو التخطيط الأرضي اللي بينظم الحركة بتاعة العربيات والمشاة. عربيات مش على فكرة احنا بنسميهم الرود يوزرز اللي هو مستخدمي الطريق، ده مستخدم الطريق يعني معناه كل من بيستخدم الطريق من عربيات أو بايسكلز اللي هي الدراجات أو المشاة. هنا تعريف مثلا سوليد لاين، احنا قلنا السوليد لاين معناه ما تغيرش الحرارة، والدوتد لاين أو البروكن لاين والدبل لاين والابيض والاصفر معناها ايه، وده مثال ليها موجود عندنا. تمام. تلاقي الاصفر تملي معناه ممنوع، ده خلاص يبقى ممنوع الباركينج اللي جنب الرصيف او في النص، يبقى معناه ان اللي جنبك ده اتجاه معاكس من المتخطي. الترافيرس ماركينج اللي هي الخاصه بالستوب لاين، الكروس ووك، باركينج لاينز، دي بنسميها الترافيرس ماركينج. على فكرة أنا مش بصراحة هنا اللي احنا قلناها الكلام ده كله في المحاضرة اللي فاتت. اللونجيتودنال اللي هي بتنظم الحركة الطولية اللي هي الخطوط الفاصلة بين الحارات المرية. ودي أمثلة عندي. ماشي. الطولي ده اللي هو اللونجيتودنال، والدال العرضي ده اللي هو بين الحركة الترافيرس اللي هي بين حركة المشاة. هنا مثلا البلد دي ما بيعملوش الخطوط العرضية. ماشي. طبعا كل بلد بيبقى المانوال بتاعها بالنسبة لعبور المشاة والعبور الستاندرز بتاعتها. هنا خط عرضي والناس بقى عارفه طبعا الاديوكيشن والوعي هم فاهمين وعارفين الكلام ده كله. عندنا احنا بناخد اللي هي الخطوط اللي هي الزبرا كده اللي هي بتبقى خطوط عرضيه لعبور المشاه، ودي الرمبات بتاعت المشاه. دي كلها امثله موجوده عندي. لما بنيجي نصمم تقاطع بنصممه المفروض السكيل بتاعي يبقى 1 ل 250 او 1 ل 500 في الرينج دوت. ناخد بالنا في الستورج لينس ده بيبقى اقل حاجه 30 متر. ايه الستورج لينس بتاع؟ لما بخش عند التقاطع عندي بلاقي في خط بيبقى اللي بتاعت الحارات بيبقى خط بروكن كده منقط، قبل التقاطع بيبقى خط سوليد، يعني معناه الحته دي انت ممنوع ان انت تغير الحاره بتاعتك. طول الخط دوت بيبقى 30 متر، ودي بنسمي المنطقه دي الستورج لين اللي هي في الفتره اللي بيكون الاشاره فيها حمراء العربيه دي بتخزن فيها او بتقف فيها، وده المينيموم عندي. انما في التصميم في الاشارات الدوائيه هي اللي بتحدد لي هو طول السوليد لاين دوت المفروض يكون طوله قد ايه. بس حتى لو ما عنديش يبقى المينيموم بتاعي 30 متر، والمينيموم الكابوس زي ما قلنا 2 متر، والستوب لاين بنحط الستوب لاين على بعد 1 متر على الاقل من خطوط المشاه. يعني بعد خطوط المشاه عندي باخد 1 متر وبعدين بعمل الستوب لاين، تمام، بحيث المشاه
يمشي والعربية تبقى واقفة على سواء يمين أو شماله على حسب هو جاي من أي اتجاه، بس على بعد على الأقل 1 متر من الخطوط المخصصة لعبوره. هنا البريورتي بتكلم عليها دي المحاضرة بعد كده، اللي هي أولويات السير. نشوف طب اللي احنا أولويات السير، احنا عندنا اليمين هو الأولى، اللي احنا رايت هاند سيستم. يعني انت لو جيت عند التقاطع وجيت في وقت واحد والاتنين وصلوا في نفس الوقت، والتقاطع ده معلوش أي وسيلة تحكم مروري، وبالتالي اللي على يمينك هو الأولوية إن هو يعدي. الراوند أباوت الأولوية اللي دخل التقاطع خلاص جوه، انت اللي داخل من المدخل لازم تقف لغايه لما تلاقي الصينيه فاضيه فانت تخش. ده مثال كده جايد لاين للكلام ده في السلايد اللي فاتت، اللي هي المسافه عندي. ومطلوب انت طبعا في الاساينمنت انت هترسم كده تقاطع و بسكيل وتحدد فيه الابعاد المطلوبه عشان شكل التقاطع مطلوب من شكله. ماشي، هنا مثال انا فاصل الحاره اليمين، هنا مثال فاصل الحاره الشمال، وده مثال الاوتوكاد لتقاطع مرسوم. ده كده الاساسيات، الحاجات اللي بتتعلق بالانترسكشن تكون عارفينها من ناحيه الجيومتريك ديزاين ومن ناحيه الترافيك كونفليكت بوينت معناها ايه بنحسبها ازاي. ان شاء الله بعد كده تشوف المحاضره اللي بعد كده هتشوف اللي هي يعني أولويات السير وإزاي أقلل في الجيومتري ديزاين، أقلل شوية من الكونفليكت بوينت دي عندي. بعد كده هتاخد إن شاء الله التصميم الإشارات الضوئية، وأكمل لكم بإذن الله المنهج مع الدكتور محمد الحرموي، وإن شاء الله يعني نشوفكم على خير قريب بإذن الله، وتعدي الأيام الجاية حلوة بإذن الله على مصر وعلى كل العالم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.